يستطيع المنسيري على مستوى منافسة الأفريقي ومنافسة الترجي والحصول على لقب هذا العام. الله 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 على الاتحاد. اتحدنا اتحدنا عشان ما يغلبونا، اتحدنا عشان ما يغلبونا. الاتحاد المنسيري يتقدم في نتيجة المباراة الهدف الثاني. نعم يستطيع، نعم يستطيع، يستطيع المنافسة على لقب هذا العام، النقطة رقم 8، الاقتراب من الترجي. لكن الفار هل تؤكد صحة الهدف؟ الفار هل يؤكد صحة الهدف؟ هل يؤكد حقية الهدف للاتحاد المنسيري عن طريق زياد؟ عيد اللقطة، خلينا نشوف التقدم، الوصول، الحضور، الظهور، الإعلان. يا وليد شوف اللعبة، الكرة اللي كانت الناحية اليمنى، استقبل أمين هيكل الشيخاوي على طول، هيكل الشيخاوي بتمريرة، التسديدة من ضربة واحدة، من لمسة واحدة. زياد العلوي يسجل، زياد وزيادة يزيد في النتيجة الاتحاد، زياد والاتحاد يزيد في النتيجة، اثنين مقابل لا شيء. تقدم الاتحاد، اتحدنا عشان ما يغلبونا، اتحدنا من أجل أن لا نخسر في ملعب سوسة. نعم أمامي أنظار النجم الساحلي، الجار يعرف جاره، الجار يعرف جاره. صدق حبيت نحكي على زياد العلوي اللي هو إلى تي ان شانجمون، هبط في بلاصة دريس المحيرسي، عدى 70 دقيقة دو تريوت فاكتور، كان موجود كما قلنا في الامباكت، لا امبيشي بن عيادة باش يطلع، سجل، كان لاعب من احسن معناها اللاعبين على الميدان على مستوى معناها لا فاز اوفنسيف، كان موجود معناها اوسي مع اصحابه في الكونستركسيون، عاونوه برشا لي تروا جوار دو ميليو، ولاعب كل ما يدخل هنا حتى ضد الترجي في 7 دقائق الاخرانيين تخلي لا شيرشي لو تير، الى شيرشي الاون دو مع العبدلي، سي اون بيل كونفيرماسيون، وسي ليماج من الاتحاد المنسيري. سي اون ايكيب سيريوز ابليكي ريغوروز، وقت اللي تلقى باش تاكل بايها وباش تضرب ال برون اي افون لا كيس ماني.